الاستفادة باقة مستمرة معنا مع أخصائية في الطب العام للا حسن العلوي. موضوعنا تتم الموضوع أخصائية التغذية للا رحاب الشواري، كيفاش كتكون العلاقة بين الأم والطفل ديالها، بين الأم والرضيع ديالها في الأيام الأولى. غادي نخصوا لهذا الموضوع كذلك من الناحية الصحية، من ناحية التغذية، ومن جميع النواحي. أكيد تساؤلات ديال المشاهدين ديالنا غادي نجاوبوا عليهم، ولكن قبل عطينا واحد تعريف شامل بخصوص هذه العلاقة. داكوغ، دونك العلاقة ما بين الأم والطفل هي واحد، هي في الحقيقة هي كل علاقة كتربط ما بين الطفل ملي كيتزاد والأم ديالو، أو الشخص اللي كيرعاه. كيقدر يكون الأم، كيقدر يكون الأب، كيقدر يكون الأخ أو الأخت، الجدة كذلك. يعني هي واحد العلاقة اللي كتربط من 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 المهد إلى اللحد هذا الطفل هذا. نعم، ملي كيتزاد هي واحد الغريزة، هي واحد الحاجة من الاحتياجات اللي كيحتاجها الشخص باش ينمو وباش يكون الشخصية ديالو وباش ينمو الدماغ ديالو والعقل ديالو باش ينمو بطريقة سليمة. نعم، باش ينمو بطريقة سليمة، باش تكون عنده واحد الفطرة وواحد التعامل منذ الطفولة، منذ الرضاعة، دائما أساسي ومهم. نتكلموا من الناحية الصحية، الأهم والأساس ديال التعامل ديال الأم مع الطفل ديالها من الناحية الصحية. الوغ ديجا خصنا نعرفوا شنو هما الاحتياجات ديال هذا الطفل او ديال هذا الشخص بصفه عامه. احنا كلنا عندنا نفس الاحتياجات بطريقه عامه، يعني كنحتاجوا الامن، كنحتاجوا الصحه، كنحتاجوا الحياه الاجتماعيه اللي تكون سليمه، كنحتاجوا الاكل، كنحتاجوا المشرب الى اخره. خصنا نفرقوا من الحاله النفسيه كذلك. يعني اي حاجه كنحتاجوا هي مجموعه من الاحتياجات اللي كتكون عند الناس كلها، وهي خصنا نفرقوها ما بين الاحتياجات الضروريه وما بين الرغبات اللي كتكون شخصيه، وهي اللي كتكون ما بين شخص وشخص، شخص وشخص اخر. يعني كتكون مختلفه، كل شخص عنده واحد الرغبات اللي كتكون خاصه به. فالطفل ملي كيتزاد، يعني من 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 لاكوشمون، يعني من الوضع، كيكون محتاج لهاد الام ديالو او الشخص اللي غيرعاه بطريقه كامله 100%. هي اللي غتلبسو، هي اللي غتوكلو، هي اللي غادي تحضنو الى اخره. يعني كيكون محتاجها بطريقه 100%. هاد العلاقه هذه بين الطفل والام ديالو هي اللي غادي تكون لنا واحد نوع من يعني كيفاش غادي ينمو هذا الطفل من بعد، كيفاش غادي يكون، فاش غادي يكبر من بعد. يعني السرعه ديال يعني كيفاش كتستجب الام لاحتياجات الطفل ديالها هي اللي كتكون هذا النوع ديال العلاقه. نعم، الام هي اللي كتكون النوع ديال العلاقه، هي اللي كتلبي الرغبات والاحتياجات ديال الطفل ديالها. مدام معنا سي زكريا شيبوش، اخصائي في المجال النفسي، نبغيو نستشروا معك كيفاش كتكون العلاقه بين الام والطفل ديالها وكيفاش خاصها تكون في هذا الوقت. طيب، هو في البدايه خصنا نعرفوا بان كل مرحله عندها خصائصها النفسيه. كنعرفوا بانه في مرحله الطفوله او منذ الولاده، يعني من صفر عام الى سنتين، عندها خصائص معينه، بالاضافه انه من سنتين، ثلاث سنوات الى خمس سنوات، عندها خصائص كذلك وفيها احتياجات. وهنا خصنا نفرقوا ما بين الاحتياجات النفسيه والاحتياجات الفيزيولوجيه. بمعنى كاين واحد الاحتياجات اللي كما تنقولوا عندها علاقه بالرعايه، وكاين احتياجات اللي عندها علاقه بالتربيه. لوغ واحد العدد ديال الناس كما تنقولوا بالفطره كيمشيو باساليب تربويه احيانا خاطئه، وما عارفينش بانه هذه الاساليب هذه ما يمكنش ليها تكون وصفه سحريه وحده لنفس الطفل، لان الاحتياجات ديال الطفل الاول، الزياده الاولى، ماشي هي ديال الزياده الثانيه، ماشي هو الطفل مثلا اللي تيجي من بعد ثلاث سنوات اللي كيلقى مثلا رضيع اخر اللي غادي يجي من بعد منه الى اخره. يعني هنا كنلقاو حالات كثيره في الاحتياجات النفسيه والفيزيولوجيه. نعم، لالا حسنة، جميل هذا التدخل هذا، شنو رايك فيه؟ اكزاكتومون، يعني كنوافق السيد. جوستومون خصنا نعرفوا سي زكريا، خصنا نعرفوا انواع العلاقات اللي كاينين، وشنو هي اللي مزيانه لهذا الطفل وشنو هي اللي ما مزياناش. كاينين اربعه ديال العلاقات ولا انواع ديال العلاقات. العلاقه الاولى هي العلاقه الامنه، اللي كتكون فيها الام او الشخص اللي كيرعى هذا الطفل كيستجب الاحتياجات الطفل ديالو. يعني فاش كيطلب هاد الطفل واحد الحاجه، كتجي الام كتستجب لهاد الاحتياجات ديالو. يعني مثلا غيبكي، غتمشي يعني بطريقه سريعه غتمشي غتلبي هاد الاحتياجات ديالو، فكتسمع له، كتفهمه، كترعاه، كتعطيه الحنان الكافي ديالو، العاطفه كذلك. يعني الطفل هنا فاش كيشوف بان الام ديالو مثلا كتعطيه هذاك
الحب ديالها ولا كتسمع له وكتفهمه فهو كيفاش كدي غادي يرجع هذاك هذاك العلاقه كيفاش غادي يرجعها يولي تايق في راسو اكثر غادي يولي كيثق في الاخرين كذلك غيولي عنده واحد القدره على التحكم في العواطف ديالو كذلك غادي يخرج للمحيط الخارجي ديالو ويقدر يتعامل معه بطريقه سليمه الى اخره هذه يعني غيحس بالامن كذلك بالامان يعني فاش انت غتشوف بان واحد يعني فاش غتحتاجو راه كاين حتى هو غادي يكون غيحس بالامان غيثق في راسو غيخرج الى اخره النوع الثاني هي العلاقه اللي كتكون فيها نوع من القلق هذا النوع من القلق اللي نقولوا حنا هي اللي كتكون كثيره بزاف عندنا في المجتمع ديالنا الام مثلا كتكون ما عندهاش الوقت مره تستجب للطلبات ديال الطفل ديالها مره لا يعني يعني بحسن ديال الحسن النيه ديالها ما نقولوش حنايا الو في اكسبري ما كدراش بالعاني ولكن مثلا ما عندهاش الوقت فالطفل فاش كيشوف بان الام ديالو مثلا كتستجب له مرات تجي لعندو تسمع له مره لا ما عندهاش الوقت فهو كيولي كيكون عنده واحد النوع من القلق واحد النوع من التوتر كيخاف كيولي كيغضب كيقدر يدير واحد الانعكاسات سلوكيه في المجتمع كيقدر يبكي بزاف ما حاش براسو مزيان كذلك بالنسبه للام يعني كتكون كتغوت عليه يعني الطفل ما كيكونش تايق في راسو ما كيحسش بداك الامن والامان اللي كيكون صحه الثقه في النفس عند الاطفال حنا اللي كنبنيوها فيهم على حسب المحيط ديالو كيفاش كيقدر ياثر عليه واش سلبيا ولا ايجابيا كيفاش كيقدر ينمي عنده داك القدره في التفكير وداك القدره ديال المحيط ديالو كيفاش كيقدر ياثر عليه صراحه نعم اكزاكتومون كينعزل جوتوما فاش كيشوف الام ديالو يعني حتى هي ما كتلبش حتى هو كينعزل يخاف انه يمشي يطلب مثلا منها ولا يبكي فاش كيشوف رده الفعل ديالها ماشي هذيك النوع الثالث هو النوع كتكون بالخوف نعم اكزاكتومون النوع الثالث هو النوع العلاقه ديال التجنب هي العلاقه ملي كتكون فيها الام كنقولوها زعما بطريقه ديريكت الام كتكون كتسمع لبعض النصائح من الخارجيه ومن كنقول لك الابوان اللي مثلا رباو بواحد الطريقه كنبغيو نديرو بحالهم كيف ما قال سي زكريا نفس الشيء يعني كنكونوا كنديروا واحد المنهاج كنتبعوه على جميع الاشخاص على جميع الاطفال كيف ما بغاو يكونوا الوغ كنوم بحال دابا كتجي كتقول لك غادي نفشو اولا غادي نخضع لي كابريس ديالو هذا غلط لا نخليه يدير ما بغى يعني خصنا جوستومون هنا فين بغيت نوضح واحد الامر لان كاين الفرق ما بين احتياجات اللي هي ضروريه وما بين رغبات الاحتياجات اللي ضروريه راه ما يمكنش نرفضها نعطيها للطفل ديالي هذاك الطفل مثلا بكى بغى مثلا حنان ولا بغى امن ولا مثلا خايف الى اخره خصني نمشي نعرف شنو المشكل ماشي مثلا نقول له غير كيتفشش عليا وغادي غنكرو مثلا يجي عندي نقول له لا سير في حالك مثلا يعني ما كيستجبش الام ما كتستجبش بطريقه سليمه في واحد الالفاظ اللي كيقولوها الامهات للاطفال ديالهم صراحه للاسف نعم هو هادشي كله كيبدا من من المهد الى اللحد يعني هاد لاطاشمون كيكون هاد العلاقه كتكون من السن ديال يعني ملي كيتزاد الطفل حتى كيكبر نعم ثم العلاقه الرابعه العلاقه الرابعه نبغيو نطرقوا ليها اكثر ونخوضوا فيها اكثر العلاقه الرابعه هي نوع من العلاقات اللي كتكون غير منتظمه يعني الام ما كتكونش عارفه شنو هي هاد النوع من المنهاج اللي غادي يتبع يعني مره تسمع من هنا مره تغوت عليه تقدر تعاقبه كتقدر مثلا ما كتكونش فاهمه بالضبط الاحتياجات ديال الطفل ديالها فالطفل هذا كيولي كيخاف من ردة الفعل ديال الام ديالو كيخاف يعني انا اليوم بكيت وجات مثلا ضربتني او لما جات عاقبتني او لما ما حاولتش تفهم شنو المشكل ديالي فكيولي كيخاف هذا الطفل يعني كيولي كيكبر عنده واحد كتكون الخوف نوع من القلق نوع من اضطرابات سلوكيه كبيره اللي غادي نشوفوها من بعد دونك ما يمكنش حنا فاش غنشوفوا ما يمكنش حنا نشوفوا نكونوا نقولوا اباء او لا ام مثاليه زعما ما يمكنش ولكن خصنا نعرفوا بان سورتو ان التربيه ديال الطفل يعني من بين الاشياء اللي كتدخل في النمو ديال السليم ديال الطفل هي فاش كنقولوا لا يعني الفعل ديال لا حتى هو من بين الاشياء اللي خصنا ندخلوها في التربيه ولكن خصنا جوستومون نصنفوا ما بين
الاشياء اللي ضروريه اللي ما خصناش نقدروا نقولوا عليهم لا، واشياء اللي هي داخله في الرغبات، يعني على حساب ديك الساعات مثلا ما يمكنناش نعطيوه كل شيء وما يمكنش ما نعطيوه والو عاوتاني. يعني هاد الشيء اللي كتدخل في التربيه ديال الطفل. نعم، ذكرتي واحد النقطه اللي هي مهمه واساسيه اللي هي الاضطرابات السلوكيه والانعكاسات السيئه اللي كتقدر تنعكس على الاطفال ديالنا في هذا السن، واش تقدر تاثر عليهم من الناحيه الصحيه؟ نعم بالتاكيد، لان هاد الاشياء اللي ربما ما غيبانوش في السن الصغير، من بعد فاش غيكبر فاش غيولي يحتاج انه يكون بوحده، يعني يكون اوتونوم، يمشي يخرج بوحده الى اخره، غيخرج مثلا يمشي يدير علاقه مثلا مع الاخرين، هنا فين غادي يكونوا هاد الاضطرابات. فاش انا مثلا ولدي بكى ومشيت ما سمعتلوش او لا ما مشيت لعندو، ما كانش داك نقولونا بالحنان، فاش مشيت وحنيت عليه وفهمتو علاش كيبكي ولا شنو بغى بالضبط، او لا مثلا مشيت عنده قلت له سكت ما تبقاش تبكي، مثلا هاد اللفظ كنقولوها بزاف وهو دا غلط، ما تبقاش تبكي بحال شي بيبي، كنقولها ما تبقاش تبكي بحال شي بيبي، اسكت شويه شي وليد صغير. يعني فاش كيسمع الطفل هاد المصطلح كيولي يحبس راسه، فاش غيحبس راسه وما غيبكيش، وحنا عندنا البكاء عند الطفل هي الوسيله الوحيده اللي كتجعلو انه يبين لي زيموسيون، يعني الاشياء اللي عنده داخليه كيبينها عن طريق البكاء. فاش ما فاش ما غاديش يبكي غيولي يبقى داكشي يحبس داكشي عنده، غيولي اضطرابات سلوكيه، كيولي القلق، كيولي التوتر، كيولي نوع من الخوف، كيولي ما كيثقش في راسو، ما كيثقش في الاخرين، لانه ما ثقش ماما فبغاديش يقدر ياثر عليه من الجانب الصحي. نعم اكيد، لانه كيوقعوا بعض المرات درجات ديال الاكتئاب عند الطفل الصغير في هذا السن. كنقدروا نشوفوا اكتئاب عند طفل عنده 3 سنين عامين، يعني اللي كيكون كيبكي بزاف، اللي كتشوفوا حزين الطفل حزين، يعني خصنا نشوفوا علاش. والطفل اهم حاجه عندنا بالنسبه للتربيه هي انه الطفل كيشوف الام والاب ديالو هو القدوه، هو قبط واحد السليله وكي غادي بها وكياخذ من هنا وياخذ هنا ويحط الايجابي والسلبي. فاذا شاف ماما كيفاش كتعامل او لكي شاف بابا كيفاش كيتعامل، حتى هو نفس الشيء كيفاش غادي يشوف راسو كيفاش غيولي يتعامل مع الاخرين. دونك الا كان واحد البلوك يعني كيحبسوه انه ما يخرجش العواطف ديالو، حتى هو ملي غيكبر ما يعرفش يبين العواطف ديالو. واش هذه الفطره، واش هذه الفطره لاله حسنه وسي زكريا كتقدر تاثر علينا فاش كنكبروا؟ طبيعي يعني جدا. الطفوله ديالنا كتقدر تاثر علينا؟ طبيعي انها غتاثر. علاش؟ لان خصنا نعرفوا بان الطفل بصفه عامه منين كيسقي؟ كيسقي من ثلاثه ديال الجوانب، من البيئه، المحيط، ومن الاختلاط. وحنا غادي نمثلهم باشكال هندسيه هكذا، غادي نسهلوا حتى على المشاهدين بطبيعه الحال انهم يحفظوها وتكون سهله وواضحه بالنسبه لهم. ملي كنقولوا البيئه كنشكلوها او كنبينوها بالمثلث، البيئه اللي فيها القطبين الاساسيين اللي هما الاب والام، وراس المثلث اللي هو الطفل نفسه. داكوغ، دونك شنو هي البيئه ديالو اللي طرع راه فيها، بمعنى شنو هي البرمجات اللي خدا من عند الاب ومن عند الام حسب كل واحد فيهم واسلوبه وتعاطيه النفسي. صح. مع النمو النفسي ديال الابن ديالهم. ثم كاين المحيط، داكوغ، وكاين الاختلاط. ملي كنتكلموا على المحيط كنتكلموا على المجتمع، كنتكلموا على الاسره بصفه عامه، كنتكلموا على الشارع بالاضافه للمدرسه. داكوغ، دونك كيتعلم فيها واحد العدد ديال الاشياء باش ما نهملوش هذه النقطه، لان تنقولوا ولا راه المدرسه ما كاينش مشكل غادي ياخذ فيها القيم ومزيانه الى اخره، علما انه ممكن تكون العكس. الاختلاط يعني العلاقه ديال الاباء والعلاقه ديال الامهات مع الاطفال ديالهم كتلعب دور اساسي. دونك هذا كيأثر كيف ما قلتي بطبيعه الحال، وكيؤدي للاضطرابات فيما بعد، هي اضطرابات نفسيه وممكن اضطرابات سلوكيه، وممكن تؤدي حتى على مستوى الصحه. وانا كنذكر الاستاذه بلي مالادي بسيكوسوماتيك، الامراض النفس جسميه اللي كيوقعوا فيها الوليدات. نقدروا نتكلموا هنا على امراض ديال القولون والسبب ديالها، مثلا العناد او العصبيه الزائده. هادشي هو اللي غادي نكملوهم على الحسن العلوي اخصائيه في الطب العام. دائما هاد الامراض اللي كنتكلموا عليها كنعرفوا المصدر ديالها الاساسي هو التوتر، هو القلق، هو بزاف ديال الامور، هو العصبيه هي اللي كتقدر تخلق لنا هاد الامراض هذه. هي مجموعه من الامراض اللي كتكون داخله سواء نفسيه سواء يعني لو ستريس، يعني الامراض ديال التوتر منهم عدد كبير جدا كيف ما قال سي زكريا، كذلك بالنسبه للامراض ديال القولون العصبي. في هادشي ما غاديش تبان دابا، ملي غيبان فاش غيكبر هاد السن، يعني فاش غيولي بالغ راجل زعني. يعني كذلك بالنسبه للمرضي ديال الذات كيكون البسورياسيس، كيقدروا يكونوا يعني مجموعه من الامراض اللي كتكون داخله فيها ستريس التوتر بطريقه كبيره. وكذلك بالنسبه للنفسي، يعني هاد الشخص هذا اللي مثلا راه في علاقه قال لي
هي غير آمنة، ما غاديش يكون قادر أنه يعطي نوع من العاطفة اللي هي مزيانة للشخص اللي مثلا غادي يشارك معها حياته إلى آخره. هناك يوقع مشاكل جوتمون في لي كوبل يعني من بعد. وهنا دائما كنقولها بانه يعني جامي طرو تا، يعني عمره ما كيفوت الفوت. زعما الطفل هو من حدو كيكبر ودماغه ديالو كيكبر والعقل ديالو والشخصيه كتنمى معاه. خصنا علاش لا ندخلو فوق ما كان، انا نعرفو علاش لا ناخذ واحد الاستشاره عند اهل الاختصاصي. دائما خصنا نرجعو ليهم باش ناخذ واحد الطريق صحيحه. شكرا ليك لاله حسنان العلوي اخصائيه في الطب العام، دائما على حضورك معنا، تقاسمك معنا الاستفاده والمعلومه الخاصه بالمجال ديالك، كتنوريني. الله يبارك فيك، شكرا لك، شكرا لك لاله زينب. ربي يخليك، شكرا.